حجم تجارة المخدرات؟ هل في رقم لحجم تجارة المخدرات في العالم أو في مناطق معينة؟ حجم تجارة المخدرات الحقيقي في كل التجارات غير المشروعة، سواء تجارة سلاح، تجارة مخدرات، ما تقدريش تقولي رقم حقيقي، لأنها غير مشروعة، لأنها غير معروفة. بس يبقى في تقدير. ولكن ما يتم رصده إذا كان نسبة من الحجم الحقيقي فهو مقدر بمليارات الدولارات، مليارات، يعني أكثر من الدخل القومي لبلاد. يعني بصي الأرقام مرعبة اللي في التجارة غير المشروعة في العالم. وحجم تجارة السلاح مثلا؟ ما عنديش أرقام عن حجم تجارة السلاح، لأن إحنا بنشتغل في تحديداً الأسلحة الصغيرة، small fire arms، دي الحتة اللي إحنا بنشتغل فيها. الصغيرة. بنطلع تقرير سنوي، تقريرنا هيطلع في خلال أسابيع، هبعت لحضرتك نسخة منه جاري ترجمته. برضو الأرقام كبيرة جداً ومخيفة جداً. مخيفة جداً.